منتخب مصر بيفوز في البلاس 90 في الدقيقة 93 برأسية ابننا حمدي فتحي بروح الفانيلا الحمراء زي ما متعود عليها طول حياته في البلاس 90، بيخلصها بأسيست أحمد السيد زيزو اللي أول ما بيروح مكانه وينج رايت في المكان اللي بيحب يلعب فيه بيكون أفيد من محمد صلاح 100 مرة، وبيعمل أسيست عالمي رفعة بالمسطرة على طريقة أحمد السيد زيزو، ورأسية حمدي فتحي بنسجل منها هدف عشان تنتهي المباراة 1-0 لمنتخبنا منتخب مصر. وقبل اي حاجة دعواتكم لفلسطين، قبل كل فيديو هنعمله قبل كل لايف هنعمله لازم نفتكر اخواتنا في فلسطين وندعي لهم، لان ده اللي احنا نقدر ان احنا نقدمه لهم، دعواتنا ليهم في كل وقت وفي كل مكان باذن الله. منتخب مصر بيفوز على منتخب زامبيا بال1-0 في مباراة كان فيها كلام كتير يتقال، مباراة بتتلعب في الامارات على ملعب هزاع بن زايد، واحد من افضل الملاعب اللي ممكن تتفرج عليها، واحد من الملاعب اللي فعلا لازم تشوف كرة، يعني حتى لو انت في الملعب ما عندكش كرة غصب عنك هتستمتع بالتصوير وبالاجواء وبالملعب اللي عامل حرفيا زي السجادة، ما تحسش ان في اي غلطة في ملعب المباراة. الماتش النهاردة اللي منتخب مصر بيلاعب منتخب زامبيا ماتش ودي دولي لكنه منتخب قوي، منتخب زامبيا واحد من المنتخبات اللي تقيس نفسك قدامها، عندك ماتش كمان مع منتخب الجزائر بعد كده بعد 3 ايام اللي هيلعب النهاردة وبيلعب دلوقتي مع منتخب الرأس الأخضر، هو كمان مباراة ودية، هو بيجهز بماتشين وانت بتجهز بماتشين، والنهاردة كمان في تصفيات في قرعة أمم أفريقيا. بعد ما شفنا التصنيفات هكلمك عن القرعة بعد ما نخلص كلام عن المباراة وتوقعاتكم قرعة أمم أفريقيا هتبقى عاملة ازاي، منتخب مصر هيقع مع مين، والمنتخبات اللي تهمنا تونس والمغرب والجزائر هيقعوا مع مين، والقرعة هتبقى عاملة ازاي، توقعاتكم في الكومنتات. خلينا نتكلم كده ونقول ان منتخب مصر بدأ النهاردة بال4-3-3، توقعاتي للمباراة كانت تعادل، ما توقعتش فوز منتخب مصر النهاردة، قلت كده في التوقع بتاعي ان الماتش هيخلص 1-1، لكن النهاردة عندك أسد اسمه محمد الشناوي بيحمي مرماك من هدف مؤكد في الشوط الأول هنتكلم عنه. محمد الشناوي في حراسة المرمى رباعي خط الظهر، على اليمين محمد هاني، على الشمال أحمد أبو الفتوح، ثنائية دفاعية علي جبر والمساك الأفضل في قارة أفريقيا محمد باشا عبد المنعم، قدامه ثلاثة على الدائرة. هتقول لي هو عبد المنعم كان حلو قوي النهاردة، هقول لك هتشوفه في التقييم بتاعه، لكن هو ده الاسم بتاع عبد المنعم، عبد المنعم ما ينفعش تقول محمد عبد المنعم عادي، لازم تقول المساك الأفضل في أفريقيا. طارق حامد، حد رن لا مؤاخذه يا جماعه، حد بس رن عليا كده قطع لي اللايف، طمنوني ان اللايف تمام في الكومنتات. ثلاثه في نص الملعب، طارق حامد، حمدي فتحي، ومحمد النني، على يمينهم محمد صلاح، على شمالهم تريزيجيه، وفي الامام مصطفى محمد. دي التشكيله اللي منتخب مصر بدا بيها المباراه، تشكيله قويه، تشكيله كنا متوقعينها، توقعت بس عمر كمال عبد الواحد هو اللي يبدا ناحيه الرايت، هو اللي يبدا باك يمين النهارده. قولوا لي بس ان اللايف شغال تمام يا جماعه، ولايكات وشير عشان الرنه دي بتفصل لي اللايف من النص كده، فطمنوني تمام 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 اخواتي تمام. قولوا لي كده توقعاتكم للقرعه، توقعاتكم منتخب مصر هيقع مع مين، لان هنتكلم عن القرعه بعد كلامنا عن المباراه. ده التشكيل بقول لك اللي بدا المباراه، توقعت عمر كمال عبد الواحد اللي يبدا بصراحه ناحيه الرايت، وتوقعت كمان ان النني ما يبداش من اول المباراه وانه يلعب في نص الملعب بزيزو ويلعب بمروان مكان طارق حامد، لكن مفيش مشكله، عندك اوراق كتير واوراق كتير كويسه جدا، فبتقدر ان انت تعمل الروتيشن اللي انت عايزه في اكتر من مكان. تقريبا اللعيبه اللي بتكون ثابته اساسيه في منتخب مصر ما بتتغيرش هم مصطفى محمد، محمد صلاح، محمد عبد المنعم، ومحمد الشناوي، دول الرباعي اللي ما بيتغيروش، الباقي كله بيحصل له روتيشن. نص الملعب عندك لعيبه كتير جدا، ناحيه اليمين عمر كمال وهاني، ناحيه الشمال فتوح ومحمد حمدي، الوينج ليفت تريزيجيه ومرموش، كل اللعيبه بتتغير الا الرباعي ده محمد الشناوي والمساك الافضل في افريقيا وصلاح ومصطفى محمد، دول كده ما بيطلعوش، اي حد تاني ممكن يتعمل له روتيشن. المباراه بتبدا بسم الله الرحمن الرحيم، مصر هجمة هجوم قوي جدا، ضغط عالي من اول المباراة، بنضغط من قدام من عند جولهم، منتخب مصر دي الافضلية اللي واضحة جدا، ودي حاجة عجبتني قوي، ان انت بتلعب منتخب زامبيا مش من المنتخبات الكسر، منتخب زامبيا من المنتخبات القوية، من المنتخب اللي ممكن يعمل لك صداع، من المنتخب اللي لازم تعمل له حساب، مش منتخب ضعيف خالص، فمنتخب مصر فعلا كان ليه الافضلية. النهاردة احنا منتخب الشويطة، تحس ان اللعيبة كله نازل بيشوط، يعني لما تيجي معايا كده تبص في الملعب، سيبك من علي جبر ومحمد عبد المنعم،
منعم، هات لي باقي اللعيبه كله شاط، بدلاء واساسيين، مفيش لاعب ما سددش على المرمى النهارده. فدي حاجه ايجابيه ان انتوا واخدين تعليمات بالتسديد على المرمى، لكن لازم بقى نظبط التسديد، لازم يكون بين الثلاث خشبات، لازم التسديد يكون صحيح وفي وقته، مش اي لاعب يعدي بكره يروح شايط وخلاص. تسديد كتير جدا النهارده. محمد هاني مثلا النهارده، خلينا بص معاك على التشكيل، محمد هاني النهارده شاط واحده اللي عدى فيها من واحد واثنين وراحت الجلاله واخده وراح شايط واحده، كانت وحشه جدا الشوطه بره الجول. احمد فتوح شاط واحده النهارده وكانت وحشه جدا مع انها كانت مظبوطه له قوي على الشوط، لكن شاطها وحش. طارق حامد شاط واحده وحشه جدا وضعيفه جدا. حمدي فتحي شاط احسن تسديده اللي كانت في اول المباراه في الدقيقه 3 صدها حارس المرمى وكانت تهديد اول على الجول. محمد النني شاط برده النهارده. محمد صلاح شلح تشليحه في السماء. تريزيجيه شاط واحده في السماء هو كمان وعمل واحده ثانيه ار2 جنب الجول. مصطفى محمد عمل واحده ار2 جنب القائم. يبقى كل اللعيبه اللي في الملعب شاطوا على الجول باستثناء علي جبر وباستثناء محمد عبد المنعم. حتى البدلاء اللي نزلوا، مروان عطيه نزل شاط واحده من بعيد، زيزو نزل اول كره ليه راح شايط واحده، كل اللعيبه اللي نزلت وكل اللعيبه في الملعب كله بيشوط النهارده. منتخب الشويطه زي ما بقول لك كله بيسدد بين الثلاث خشبات او بره الجول، لكن التسديد ما كانش مظبوط في اغلب الوقت. لو يتظبط فيما بعد هيبقى كويس جدا موضوع ان انت تشوط كتير في الماتش. في الدقيقه 3 صاروخ من حمدي فتحي بتتصدي في ايد الجول، دي بقول لك التسديده الافضل اللي حمدي شاطها. بعد كده في الدقيقة 20 مرتدة واحد على واحد، محمد هاني بيترقص ترقيصة ملهاش حل، لكن المشكلة ان انت تبص على موقف هاني وهو مع اللاعب، اللاعب سابقه واخد الكرة، الكرة اتعملت تيكي تاكا بشكل هايل جدا، اتضرب فيها دفعنا واتلعبت من بين علي جبر ومحمد عبد المنعم، راح بيها انفراد لاعب زامبيا، لاعب زامبيا رايح على محمد الشناوي وهاني جاي عليه، ما هو انا يعمل تاكلينج احاول اقفل الجون لان هو هيشوط، ففعلا عمل التاكلينج وعمل كده فعلا محمد هاني، فترقص على طول بالشمال واتحط بيمين، لكن عندنا اسد اسمه محمد الشناوي بيتصدى الكرة هدف 100%. ما شاء الله الشناوي ماسك فورمة محترمة جدا الفترة اللي فاتت مع النادي الاهلي ومع المنتخب، نتمنى يستمر عليها وما نشوفش اي اخطاء. دي كده كانت هجمة خطيرة جدا وفرصة هدف ليهم بعد تهديد حمدي فتحي. بعد كده في دقيقة 28 تهويشة بيتهوش فيها طارق حامد وعلي جبر وشوطة لكن فوق العارضة، هددونا هم برضو كتير على فكرة، كانوا موجودين اي نعم منتخب مصر الافضل واللي ليه السيطرة في الشوط الاول والشوط الثاني، لكن هم كان ليهم انياب برضو على الجول. بعد كده في دقيقة 29 تريزيجيه بيعمل ترقيصة وبيشوط واحدة، الجول بيخرجها لضربة ركنية صدها الجول بشكل كويس جدا، الجول بتاعه مميز، جول خفيف وبيتحرك بشكل كويس. بعد كده بتترفع الركنية وكرة من جوه السكس يارد، من جوه الستة، من جوه الستة بتخرج جنب القائم من مصطفى محمد، كان لازم الكرة دي تقطع الشبكة بصراحة عشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. يخرج محمد النني ينزل زيزو، محمد النني كان كويس ما كانش وحش، اتقال ان هو افضل لاعب في الشوط الأول، لكن انا شفتوش افضل لاعب، انا شفت افضل لاعب تريزيجيه، اللاعب اللي كان مزعج، اللاعب اللي كان خطير، اللاعب اللي الكره اول ما بتروح له بتشم ريحه الخطوره على طول، في الواحد على واحد بيحل باصاته مميزه جدا، شاط اكتر من كره على الجول، هو نجم الماتش بالنسبه لي. وقولوا لي انتوا في الكومنتات في اتنين بالنسبه لي هم الافضل في المباراه، واحد منهم تريزيجيه والتاني هقوله لك مع تقييم اللعيبه، قول لي مين الافضل في المباراه في الكومنتات ومين الأسوأ، ودي مهمه قوي، مين الأسوأ لانها هتكون مفاجاه. في الشوط الثاني بيبدا في الدقيقه 54 تريزيجيه بيرقص ويلعب ار2 جنب القائم، بقول لك التسديد كتير قوي النهارده. بعد كده في الدقيقه 60 اسيست عالمي من زيزو لتريزي جول، تريزي جول اللي بيخش جوه ال18 بيقطع بشكل مميز جدا، تحركه ممتاز وواحده من زيزو عالميه بيلعبها على طول بدماغه تريزي جول، لكن الكره بتصطدم في العارضه وبتضيع فرصه هدف لمنتخب مصر في الدقيقه 60. كل الهجمات الخطيره عن طريق تريزي جول الاخطر في المباراه. بعد كده في الدقيقه 66 بينزل محمد حمدي، يخرج فتوح، ينزل مروان ويخرج طارق حامد، تغييرات مركز بمركز، روتيشن بيتعمل، عندك لعيبه كتير وسكواد هايل تختار منه بصراحه. في الدقيقه 69 رفعه من شمال منتخب مصر، عدوا هم من فتوح ورفعوا واحده، عدوا محمد حمدي بقى اللي كان لسه نازل واترفعت واحده، علي جبر اوت اوف بوزيشن بيتعدي منه الكره بشكل غريب جدا عشان المهاجم يحطها جول 100%، لكن بتعدي جنب القائم بما فيش حكه في القائم زي ما بيقولوا كده، الكره فرصه هدف مؤكد، لو كانت جوه الجول كانت جول على طول، علي جبر كان سيء جدا في مركزه. بعد كده بينزل مرموش ويخرج تريزي جول، ودي غريبه، ودي غريبه، انت بتخرج تريزي جي ليه؟ تريزي جي الافضل في المباراه، تريزي جي هو اللي الخطوره كلها عنده، عايز تنزل مرموش يا تخرج مصطفى محمد يا تخرج صلاح، تقول لي خرج مصطفى محمد ازاي؟ حط صلاح قدام في ال18 او طلع صلاح اللي هو مش عامل اي حاجه في المباراه وملوش خطوره حقيقيه في الماتش، تريزي جي احسن منه بكتير، مفيش مشكله ان صلاح يخرج، هو لازم صلاح طالما في الملعب يفضل مكمل في الملعب، غريبه بالنسبه لي بصراحه. بينزل مرموش ويخرج تريزي جي، ينزل عمر كمال اللي كان لازم يبدا لعيب مميز
جدا مع ان محمد هاني عمل مباراه كويسه. ويخرج هاني بعد كده في الدقيقه 83، صاروخ من مروان جنب القائم، برضو تسديدات كتيره اللي بقول لك عليها. بعد كده رفعه من محمد حمدي ورأسيه علي جبر جنب القائم في الدقيقه 89، ولمينا الاوراق خلاص، حتى ما كتبتش الجول كده اللي دخل لانه جه في وقت بعد ما كنت لميت الدنيا وخلاص. منتخب مصر تعادل، لكن تعادل ازاي في البلاس 90 بتاعه النادي الاهلي؟ حمدي فتحي بذكريات الاهلي بيسجل في الدقيقه 93 بعد عرضيه من زيزو مسطره. لازم زيزو اللي يلعب ناحيه الرايت، زيزو اميز من صلاح بكتير على الاقل في منتخب مصر يا عم. والله العظيم محمد صلاح مع منتخب مصر فعلا ما بيوجدش، فعلا ما بيفيدش زي لو زيزو مثلا كان موجود مكانه. زيزو اول ما جه في الناحيه بتاعته قدر يرفع عرضيه بالمقاس. حمدي فتحي اللي داخل جوه ال 18 ممتاز، حمدي فتحي في اللامركزيه بتاعته ممتاز في دخوله وقطعه جوه ال 18 كانه مهاجم تاني ما بيكونش مراقب وبيكون خطير جدا، بيلعب واحده بدماغه ويخلص المباراه على طول بالواحد صفر لمنتخب مصر. مبروك لمنتخبنا، مباراه وديه اه لكن مهمه، مهم انك تكسب كل الماتشات عشان تصنيفك يظل في المستوى الاول زي ما شفنا كده امم افريقيا، تصنيف منتخب مصر طبعا في المستوى الاول. هدف مهم جدا 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 لحمدي فتحي، نجم المباراه من وجهه نظري هو حمدي فتحي ومعاه تريزي جول، الاثنين الافضل في المباراه. اما الاسوأ، لو هاجي اتكلم عن الاسوأ لازم اقول ان محمد صلاح النهارده من اسوأ اللعيبه اللي موجوده في الملعب عندي، محمد صلاح وتانيهم طارق حامد من وجهه نظري. هتقول لي طارق حامد كان كويس، هقول لك انا ما بشوفوش كويس، بشوف طارق حامد لما بيواجه اي هجمه هو بيعمل فاول، هو بيضرب على طول، لكن ان هو يستخلص كوره بدون فاول ما بيحصلش. طب ان هو يديك اضافه هجوميه ما بيحصلش. فوجود طارق حامد في الملعب انا بشوفه سيء جدا. طارق حامد محمد صلاح هما الاسوأ من وجهه نظري، اما الافضل فتريزي جاي وحمدي فتحي. مصطفى محمد ما كانش احسن حاجه لكن ما جاتلوش كرات كتير نقدر نحكم عليه فيها. محمد الشناوي لازم نقول له شابوه برده النهارده، عمل تصدي هايل جدا، حافظ فيه على نظافه شباكك. الافضل في المباراه زي ما قلت لك حمدي وتريزي جاي، ده من وجهه نظري، وقول لي رايك انت في الكومنتات. خلينا نخش بقى كده سريعا على التصنيفات قبل ما نشوف المجموعات اللي هتتعمل دلوقتي اصلا. التصنيف الاول عندك المنتخب المصري، منتخبنا اللي ان شاء الله يكون القرعه بالنسبه له كويسه والمجموعه تكون حلوه كده عشان نقدر نصعد منها بسهوله. معاك منتخب المغرب، منتخب الجزائر، منتخب تونس، المنتخبات العرب الشقيقه اللي بنحبهم واللي هنشوف مجاميعهم هتبقى عامله ازاي، ونتمنى لهم مجموعات سهله ومجموعات كويسه برضو. بعد كده في السنغال وكوديفوار، دول التصنيف الاول، دول اللي مش هيواجهوا بعض. من التصنيف الثاني عندك الكاميرون، عندك نيجيريا، عندك مالي، عندك بوركينا فاسو، عندك غانا، عندك الكونغو الديمقراطيه. ست منتخبات اقوى من بعض برضو، اقلهم الكونغو، لكن عندك خمس منتخبات في منتهى القوه. فانت كده كده هيجي لك منتخب من التصنيف الثاني نار. بعد كده تخش على التصنيف الثالث عندك جنوب افريقيا، البافانا بافانا في منتهى القوه، هتبقى مجموعه النار اللي هيقع معاه جنوب افريقيا. عندك غينيا، عندك كاب فيردي، عندك زامبيا اللي كنا بنلعب معاها النهارده منتخب كويس، عندك غينيا الاستوائيه، وعندك موريتانيا من التصنيف الثالث. في اكتر من فريق كويس لكن في فرق مش قد كده. تصنيف الرابع في انغولا، في غينيا بيساو، في موزمبيق، وفي نامبيا وجامبيا وتنزانيا. التصنيف الرابع طبعا تصنيف مش قد كده. توقعاتكم لمجموعه منتخب مصر هتبقى ايه؟ والمغاربه اللي انا شايفهم في الكومنتات منورنا دايما، جمهور المغرب، جماهير الرجاء والوداد والجيش الملكي وكل فرق المغرب اللي دايما منورني، قول لي توقعاتك لمجموعه المغرب كمان هتبقى ايه؟ عندنا جزائريين، عندنا توانسه، قولوا لي توقعاتكم انتوا كمان لمجموعاتكم. وان شاء الله بعد ما تخلص القرعه ونشوف المجموعات هنطلع نتكلم عليها كده ونقول انهي المجموعه الاصعب وانهي الاسهل. مستنيين ست مجموعات في بطوله امم افريقيا لعام 2023 اللي هتتلعب 2024 في اول السنه باذن الله، اللي نتمنى ان منتخب مصر يكون بطلها. لايكات كتير لللايف وشير على قد ما تقدر عشان في تهنيجه كده انا مش فاهمها، العدد بالنسبه لي ثابت، لما حد بيرن عليا بيبوظ لي اللايف شويه. فلايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل في كل حته. ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين يا جماعه، مش هننساها باذن الله في ولا لايف في اوله وفي اخره، لازم نذكر الناس بالدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم باذن الله ويبعد عنهم كل شر. اشترك في قناتي على اليوتيوب، فولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد. سلام.